لا 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 مش راضي انا ما تشرحليش اشرح هنا شد هذا اللي اعطيني الاسم ولا اسم التخصص نبع صافي الدين نبع صافي الدين استاذ تكنولوجيا فيزياء في المتوسط وبدينا نصر الدين كيف كان الطلب واش الاسم نتاع اللي طلبوا الاسم لو كيفاش كان تجاوبك مع هذا بال هذه السنه مقارنة بالسنوات الماضية هذا السنة لقبال ضعيف ياسر علاه؟ لأن هذا العام قبل كانوا دايرين شروط لا تلتحق بهذا التخصص شروط التحاق السنوات الماضية كان معدل العام أكثر من 12 ومثلا إذا التحق بهذا التخصص بالذات لازم الرياضيات معدل الرياضيات والفيزياء أكثر من 12 هذا العام تغيرت الشروط والمعدل العام أكثر من 14 أكثر من 14 معناها راح تقل النسبة تاع الطلبة اللي أجل المعدل أكثر من 14 بالتالي يقل تقبل هذا التخصص اللي هي اللي بالنسبة للطلبة اللي جاوبوا وش أهم الأسئلة اللي طرحتوا من الأفكار أهم الأسئلة شخصي على طبيعة التخصص وطبيعة الحال شخصي كاين أسئلة يقول لك شنو الفرق بين هذا التخصص والتخصصات الاخرى مثلا كيما الاجتماعيات مدرسه عليا اساتذه اجتماعيات فلسفه ادب يقول لك نحوس الراحه اغلبهم يحوسوا الراحه ما كانش جميل